وتستمر رحلتي في المدن الفلسطينية. ويوم بعد يوم يصر الفلسطينيين على كرمهم وطيبتهم وترحيبهم بالغريب رغم كل الظروف. شارع القهاوي، شارع المخدرات، شارع الثقل. واليوم أنا وصلت إلى مدينة طول كرم، ثالث أكبر مدن الضفة واللي تقع شمالها. ومن أغرب الأشياء اللي ممكن تشوفها هني هي الاشتباك بالأيادي بين الناس فقط للحصول على فرصة إكرام الضيف. يا زلمة شبك صاحب المطعم رفض. لا أنا بعزمهم، أنا بعزمهم على شاي. لا خليني أعزمهم. اشتركوا بالقناة وادعمونا باللايك وخلونا نشوف الفيديو. يا حي الله، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم طبعا متجه إلى مدينة رام الله، ما بنتعرف عليها لأن رام الله يقولوا ما فيها شيء، وإن شاء الله من هناك باخذ باص ثاني إلى مدينة طول كرم عشان أتعرف عليها. واحد من الناس الطيبين تعرفت عليه في المسجد الأقصى قال لي تعال على طول كرم بعرفك عليها. يلا نبدأ الفيديو. أول شيء أبغى أعرف المواصلات، أخبركم يعني المواصلات كم تكلف من هني إلى رام الله، من رام الله لطول كرم. أنت عربي؟ اخي كيف اقدر اروح رام الله؟ تروح هناك شايف الرمزون هذا الاحمر، رمزون الضوء الاحمر، تروح الشمال الضوء الاحمر هذاك، الضوء الاحمر تروح الشمال هون. كم يكلف تقريبا؟ 5 شيكل ونص بس. شكرا. كانت 8 شيكل نزلوها لخمسة، نزلوها والله غريبه. شكرا. غريبه بتمرخوها من مره بس راب كيف تيسير. تمام شكرا اخي، مع السلامه. 5 شيكل من هني لرام الله، والله يعتبر سعر يعني زين. طبعا الحين نزلونا على المعبر هني، معبر قلنديا. نزلنا الباص، اليوم الباص ما يروح مباشرة إلى رام الله، فعبرنا الحدود هني مثل ما تقول المعبر يعني. طلعنا الحين دخلنا طبعا داخل الأراضي الضفة الغربية. الحمد لله إخواننا الفلسطينيين، فهني ناخذ باص ثاني على رام الله، من رام الله على وين؟ هذا هنا حصلنا باصات لرام الله. طبعا انا الحين طلعت باص ثاني متجهين الى رام الله. انا كنت اتوقع انه راح ياخذ ساعه ولا اكثر، قال لي 10 دقائق من قلنديا لمدينه رام الله. وتذكره الباص تقريبا كم كانت؟ 4 شيكل. ان شاء الله قريب لرام الله وناخذ باص ثاني الى طول كرم باذن الله. الرحلة الى الان ماشي صح الحمد لله، دخلنا في الضفه بين اخواننا الفلسطينيين. يا أخي أنا كل ما أدخل للضفة أفرح، أقسم بالله تجيني فرحة غريبة يعني، ما أرتاح في المناطق هذه المحتلة أبدا، فالحمد لله. ما شاء الله وصلنا الحين لمدينة رام الله، متجهين إلى مدينة طول كرم، بصير أدور الباص. طبعا الحين وصلت لمدينة طول كرم لعمي اللي تعرفت عليه في المسجد الأقصى. عرفنا وين احنا الحين عمي؟ احنا هلا في دوار شويكي. ها نعم، من دوار شويكي وشمال منطقة الشعراوية في طول كرم. نعم. من الدوار من هاي الشارع الشمالي بيوديك على منطقة الشعراوية. ما شاء الله. هذا الشارع بيودينا لمنطقة وادي الشعير. ايوه. الجهه الجنوبيه بيودينا لمنطقه الكفريات. كبيره طول كرم؟ كبيره فيها يعني. جميل، نتعرف عليها اكثر. طول كرم وضواحيها. نعم. أيوة. جميل جدا. وصلنا لوسط البلد، وسط بلد مدينه طول كرم. انا دائما احب وسط البلد. أيوة. اماكن الحيويه، اماكن فيها الحركه. ما شاء الله. ميدان الشهيد ثابت ثابت. ما شاء الله. طول كرم مدينه ساحليه. بعض قراها كانت على البحر. بعد 48 اليهود أخذوا جزء من منطقة طول كرم وصادروها. الجزء الساحلي؟ الجزء الساحلي كان طول كرم. مينا فيه لطول كرم. كان تابع لبلدية طول كرم مينا. ويؤجر كل سنة.
الحين طول كرم ما عندها بحر. اخذوا اليهود طبعا. طب تعرف شو يسموه القسم تبعهم؟ شو يسموه المدينة اللي أخذوها الساحلية؟ مثلا نتانيا اللي هي مخالد. بيت ليد. أوه. كثير قرى كثير من طول كرم صادروها في أخذوها 48. أيوة من قريبة يعني سوية. هي قريبة جدا من بعد الخضورة وهيك صادروا اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا كل مدينة أروح لها فيها قصة نضال، فيها قصة يتعلق بالمحتل، فيها دائما فيها قصة يعني سبحان الله. اهلا وسهلا طول كرم. يلا شكرا. وإذا بعطيك هاي الصورة طلع شو مكتوب عليها قبل الاحتلال. سفريات الشعب، هذه قبل الاحتلال. هاي الصورة بال 55 تقريبا. هذا والدي ما شاء الله الله يرحمه. هو اللي فتح المكتب. والمكتب هذا المكتب نفسه. هاي السيارات كانوا يشتروا عليها ما شاء الله. كانت تروح على القدس، على عمان، على بغداد، على اربد، على الشام. مكتوب هناك نعم. خطوط مفتوحة. اليوم احنا وضعنا غير. اليوم وين بتروحوا؟ اليوم اقصى حد على جسر الانبي اللي هو بوديك على الاقصى. انتم بس في الضفة يعني؟ بس بالضفة. بس بالضفة باستثناء كل العالم. سبحان الله. انت يعني انا اذا اخذت تاكسي ما تقدر توصلني للقدس؟ لا مش توصلني عند المعبر بس عند الحاج ايوه اللي هو القبر المعادي. فقط لا غير. انتوا الحين ما في الجنود هنا ما داخل المدينه؟ جيش لا، اليهود لا ما بي ما يدخلون عندكم؟ اذا بدهم يقتحموا اقتحامات بتكون بشكل بس ما يتواجدون في العاده. في العاده لا ما شاء. انتم مثل نابلس؟ انتم مثل نابلس كل الطرف هي نفس لا بس الخليل مختلفه. الخليل مختلف صحيح. مدينه الجريحه هذه صحيح. شلون عندك ميتان جمال عبد؟ شو هذا؟ شو شايله يا زلمه؟ الله حيك الكريم. كانت مشهور زمان بالسهل الساحلي. كانوا يدرسونها في المدارس. نعم. عن طول كرم زراعية. كان مساحة السهول الساحلية هنا مساحة ضخمة نزرع فيها البيرات، بيرات الحمضيات كلها ما شاء الله كل أنواع الحمضيات عدا عن النباتات القمح الشعير الخيار البندور. هذا كان يعني من إنتاجها ضخم جدا. لكن مع الزمن شو صار؟ صار البنيان يأكل من سهل البنيان. مرات بنيان حتى صار سهلها محدود جدا. نعم ما شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا حبيبي. نعيم عجاج إمام مسجد عثمان بن عفان المسجد الجديد في طول كرم. هذا أكبر مسجد ولا في أكبر منه في طول كرم؟ حيث المساحة هذا أكبر مسجد في طول كرم. تتعدى مساحته الأرضية 1000 متر مربع ما شاء الله واحد دنم. وعندنا كمان 6 علية وعندنا مصلى للنساء قرابة 500 متر. رابع أو خامس أكبر مسجد في الضفة الغربية. مش بس في طول كرم ما شاء الله. الضفة الغربية. هذه هنا المئذنة وهذه البوابة هنا التي سوف تخرج منها. نعم. الآن هنا ما في بناء. هذه أخرج منها هذه وين؟ الآن هذه المئذنة هنا. إيه. عند هذه الغرفة. والباب اللي دخلنا منه. هذه البوابة الغربية هنا. يعني هذا كله الحين اللي أنا شايفه سبحان الله. هكذا برع. كان طول كرم. هذا أكبر بناء كان في طول كرم. عام 48 وحتى عام 67. فجاء تقسيم الأراضي واقتطاعها يعني آذى كثير من الأراضي والمدن والقرى. مثلا يأتي إلى منطقة الشعراوية في شمال طول كرم. مثلا مدينة قفين. اقتطع جزء كبير من أراضيها حتى جاء الجدار والسور إلى قريب المباني. يعني السور الآن قرب المدرسة صحيح. واقتطع الأراضي الغربية أصبحت ما يسمى دولة إسرائيل. ثم جاء إلى مدينة باقة واقتطعها نصفين أصبحت باقة الشرقية الضفة الغربية ويست بانك. ثم باقة الغربية إسرائيلية. اقتطع قسم العائلات وقسم الإخوة والأراضي. شارع شارع باتجاهين قسمه وقسم المدينة. حسب اللي يعني المحل اللي بيشتروا منه الخضار والفواكه وهاي الأشياء. كل ما بيطلع بالك خضار وفواكه هاي المنطقة هون المركز. يجي هنا يبسطوا ويبيعوا. أي نعم. ما شاء الله. كل يوم ولا أيام معينة؟ أغلب الأيام وغالبا كل يوم يعني. موجود كل الأشياء. ما شاء الله جميل. كل موسم بموسمه. ما شاء الله. موسم إذا خضار، موسم الموز، موسم هذا. بطيخ وصبر وعنب. ما شاء الله. إذا الأندلس صحلناش نتنازل عنها. نعم. كيف نتنازل عن أرضنا أرض الآباء والأجداد؟ نعم صحيح. قول. كانت في الزمانات الماضية اسمها سوق السبت.
يسموها هيلة يجتمعوا كل التجار يجيبوا أغراضهم وبضاعتهم وكل إشي هين ويبيعوا. من زمانات كم سنة نحكي يعني قبل الاحتلال قبل 60 سنة و70 أخرى يجوا التجار يعمل يحطوا بضاعتهم هان موجودة وبيعوا. التاريخية المعروفة في العادة مثلا شفت الخليل بلدة القديمة، نابلس بلدة القديمة، القدس بلدة القديمة، فهني يالسين نتعرف نحن نبقى نشوف كيف شكل مدينة طول الكرم. وصلنا لمكان شكل المكان هذا حيوي، كل الأماكن ميدان جمال عبد. على بوابة جامعة خضوري جامعة فلسطين التقنية خضوري. شو قصتها؟ طبعا هي بدأت كمعهد زراعي قديما من أقدم جامعات الوطن إن لم تكن أقدمها، وكبرت شوي شوي من أقدم الجامعات في فلسطين. في فلسطين ما شاء الله. طبعا حاليا هي بفترة نمو بشكل مخيف ما شاء الله، من ناحية أعداد الطلاب، من ناحية التخصصات اللي بتقدمها، من ناحية تطور جودة التعليم اللي بتقدمه، بشكل تطور بشكل مخيف ما شاء الله. هذه حكومية الجامعة؟ جامعة حكومية ما شاء الله. يلا من جميل، الجامعات الحكومية القوية جدا بفرنسا. وأنت تدرس فيها؟ وأنا أدرس فيها ما شاء الله عليك. جامعة خضر. نعم، هندسة كمبيوتر. هندسة ما شاء الله عليك. كثير من أراضي الجامعة اللي موجودين هسه هون فيها عبر اليهود صادروها، يعني هسه احنا مش قادرين انه ندخل عليها وحتى مش سامحين للقائمين بالجامعة انهم يبنوا فيها ويطوروها. يعني حتى الجامعات ما خلوه؟ طبعا. طيب انتوا المنهج في الضفة شو تدرسوا؟ المنهج سوته السلطة الفلسطينية ولا منهج سواه الاحتلال؟ لا، المنهج من السلطة الفلسطينية. جميل جدا. ونظام الجامعات كل تخصص يعني بيختاروا اختيار حسب ما يناسب. خضوري مدرسة خضوري الزراعية طول كريم انشئت سنة 1930 بالهيبة التي جاد بها المرحوم أليس هيلا. يعني هذه أليس خضوري من هونغ كونغ. يعني هذا أليس واحد مش عربي. ايوه مش عربي، او بجوز يمكن هونغ كونغ، من هونغ كونغ، يمكن أصله عراقي. هو اللي بدأ الجامعة وبدأت كمدرسة. تبرع يعني هبة جاد بها المرحوم. بدأت كمدرسة، هذه كمدرسة زراعية، معهد زراعي عجيب. ايوه بعدين تطورت. ما شاء الله، وصلت الى واحدة من ارقى الجامعات. طبعا انا مستغرب جدا، يعني موجودين في الجامعة وفي هناك شفت بقر، شو تسمونها؟ حظيرة الأبقار وشيء غريب. هل شو يستخدمونها؟ طيب تابع على كلية الطب البيطري والزراعة والأحياء وهذه التخصصات. يعني هذه الحيوانات قريبة من الحيوانات، يتدربون عليها؟ يعني يتدربوا عليها للعلاج والتربية وحتى في منتجات الحليب مثلا والبيض يأخذوه من هون. عجيب. ما شاء الله، مزرعة داخل جامعة عشان التعليم، يعني بالأساس لخدمة طلاب الجامعة. كلية الزراعة. ما شاء الله. هذا الشارع. أيوة، شارع القهاوي هذا صح؟ أيوة شارع القهاوي. ما شاء الله، قهوة فلسطينية. والنعم والله، كل عام وانتم بخير. عندك الاخ ابو النور هنا. والنعم والله، تشرفنا فيكم والله. جسم الزركة طبعا. ما شاء الله، نشوفكم على خير. شكرا. يلا مع السلامه. عرب الداخل. عرب الداخل. انتم تجون من الداخل؟ داخل. تقعد هنا تتونسوا وبعدين ترجعون هناك؟ لا، نرجع البحر. ما في فرق كبير، عندكم بحر هناك؟ عندنا بحر. الصون احسن. ما شاء الله. ارض انا كذا، انا هنا ارتاح. مع الفلسطينيين. حجي احكي لنا عن هالشارع من زمان، تاريخه. هذا له تاريخ عميق، هذا شو بدك احكي لك؟ احكي اللي تعرفه بالمختصر. يعني هذا شارع القهاوي، شارع المخدرات، شارع الثقل. لا قول شو فيه. هو بيحكي بالصراحه، خليه يحكي بالصراحه. كم هذا بالانتفاضه الاولى؟ هذا بالسبعينات وبالستينات. قول. ايوه دافع. اما هسه لا، هسه الوضع تغير. العالم وعيت. هذا الانسان السلطه ما شاء الله عليه، في سلطه، في امن، ما شاء الله. حكي منع حبيبي. قبل الاحتلال لما كانوا بالستينات
السبعينات بقى كل شيء مباع. مخدرات بقى خمرات وغيرها. الوضع اختلف. هسه في سلطة في نظام العالم توعيت كبرت. الدين كتر الدين زاد. ما شاء الله عليك. هلا كمان أول حول. الحين هذا شارع القهاوي. شارع القهاوي هذا وشارع هنا شارع الجامعة شارع الخضوري. نعم. جامعة خضوري. 60 سنة. 60 سنة. وأنت الحين كم عمر حضرتك؟ أنا عمري 40. طيب وأنت تشتغل فيه وأنت صغير؟ لا بكيت بقهوة قبل فينا قهوة بشارع باريس قهوة الكرمول أيوة خلص أبويا جهينا ما شاء الله جميل والله يا سيدي حياك الله والله الحجي أنا لما أشوف حضرته أشوف تاريخ والله ما شاء الله بشوش الله يحفظه لك ما شاء الله حجي تشرفنا فيك كل عام أنت بخير حجي طب تعشركم شي يا عم هاي قهوة ثرية في العادة تجتمعوا هنا أنتوا كل يوم كل يوم في الشهر هنا مركز الاجتماع هذه قدماء الحارة شكلهم ما شاء الله كبار حكماء الحارة ما شاء الله ما شاء الله عليكم هذا جنيه فلسطيني مين الجنيه الفلسطيني جنيه تبعنا أنتوا قبل الشيكل كان عندكم جنيه جنيه فلسطيني أكوش ما شاء الله جنيه فلسطيني جميل هاي عمك بدها مختار فرعه جميل جدا هذا جنيه فلسطيني اخذ جنيه هز 30 جنيه 100 جنيه بكيت ابن عماره واحنا رايحه قبل الاحتلال قبل ما يجي عند اثنين فلسطينيه بالضفه ورام الله وغزه بنوا مدرسه بالسعوديه ومستشفى ب 200 جنيه بقى ما حمش ابنه موجوده هاي جريده قديمه قبل 50 60 سنه بقى 100 جنيه تبني عماره واحنا بنينا بالسعوديه وعلمنا بالسعودية يعني مش بس احتلوكم سياسيا احتلوكم اقتصاديا بعد كل شيء كل شيء ما قدرتوا تحافظوا على الجنيه مثلا في الضفة واحد محتل فرض عملتوا علينا بس في برضو عنا عملة أردنية مثلا زي جار المحلات جار الطور في الأردنية هذا الحين هذا الجنيه واحد جنيه واحد الاقتصاد تبعنا مربوط بحر مربوط محر مش منهم الشكل يعني ايوه كيف السلك بيطلع اللي زي بنزل عنا ايوه الحياة بتفحك بيرتفع عنا اوف او الا الله يعينكم انا بكيت دكان حقه 6 جنانير اليهود عملوه ب 22 صار هون ب 22 شكل يعني عن 4 دولارات ايوه تبعوا تبعين الحكومة سعيد والله حبيب قلبي والله وانا بني ادم شكرا عشت مع الصومالية في المانيا حبيب قلبي انت رحت المانيا 7 سنين والنعم وعاشرته مليون اصدقاء ما شاء الله انت بس انت تاريخ ما شاء الله معلومات تاريخ حتى مروح واحد انا شفت الشعب الفلسطيني مثقف جدا على فكره الحمد لله ما شاء الله هاي معلومه حطها عند قول كلنا نعم اعلى نسبه تعليم في العالم او في سطح الارض هاي نعم الفلسطينيين على عدد بالنسبه لعدد السكان تاعهم انا شربك شيء ترى لا انا بعزمهم انا بعزمهم على شاي لا لا خليني اعزمهم شاي انا بعزمهم بصور كل شيء اسم حضرتك عامر والله والنعم عامر والله ما شاء الله عليك انا الصومالي لي تاريخ محمد حبيب قلبي والله ما يغرك هون اي شخص او اي انسان ابدا كلهم متعلمين شوف انا رحت بلاد كثيره ما شفت امن من البلد والله وبعدين الناس على كيفك جدعان جدا طالع في حاله مشان صاحبه جدا يعني الصومالي نعم شعب طيب نعم شعب بحكتش ما شكرا. يعني انه بيعمل ويحبكم بحب 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 كل الناس اي أيوة والله خذوه انا دخلت القهوه هذه ما ادري ارتحت نفسيا ارتحت ما شاء الله كبار السن الفلسطينيين ما شاء الله يجي هنا يشربوا شاي يلعبوا يتبادل الحديث يعني جو اجتماعي جميل الانسان هذا لطيف والله وهذا الاخ مثقف شكرا جزيلا والله تشرفت فيكم الحوار في هالمكان بدي اقعد فيه طول اليوم اي اثنين اي ثلاث اي اربعه لان حياتكم اجبرتكم انتم ايوه ياخذ صوره سيلفي يلا سيلفي ايوه وانت مثل يلا شكرا والله ما قصرت شكرا والله شكرا جدينا مره ثانيه ان شاء الله شكرا يلا
بدنا نتعشى هسه بدنا نتغدى بالغدي وبالعشية وبالفطر وبالنايم وكمان والله ما شاء الله عليك والله كذا تعرفنا في القهوة ما شاء الله الأخ محمد حياك على طول جابنا بياها السيارة يلا بسرعة كذا الشعب الفلسطيني كذا أنت تعرف على أي شخص على طول كانوا بيعرفوا من 100 سنة من 100 سنة كذا يلا امشي يلا يلا تعال من ثقافة الناس الحمص والفلافل الأكل الشعبية هي موجودة الفلسطيني في كل مكان أنتوا هناك الأكل عندكم بالموز وال نعم بكل أكل موز بالموز طيب خلينا لا 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 تعال تعال والله ما تنفعش اذا بتنزل طلالي اذا بتنزل بزعل منك خلاص احنا جايين غدا والله لا لا سلام خير انا اسمع انا حابب انه ينزلوا وخليه برضه يصور كيف بيسوي فلافل هو صوروا صورت فلافل بس احنا بنصور الفلافل اللي بناكلها نحن اذا خلاص تعال انزل انا بقول لك انزل يلا شو رايك يلا طيب يلا صور هذا اسمع اه انت انت اللي بديت انت اللي بديت ايوه هو سيجارته كل عام وانت بخير شهوره يا اخي شو ليش خايف انت ليش خايف حبيبي السلام عليكم كل عام وانت بخير كيف حالك انت هذه بسطتك قول لنا شو تبيع شو تبيع ذره عمل لهم ذره للشباب لا 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 تعملها لا الحين بنروح ناكل احنا ما شاء الله ايوه يلا بيك انا نازل هذه الفلافل اللي انتم قلتوا مشهوره صح يعني بطول كرم شخصيا بحب واسك فلافل بطول كرم ما شاء الله جميل عمي نجح هاي احسن فلافل عندنا بطول كرم كل الناس يقولها كل الناس تاكلها هاي ما شاء الله هي المشهوره طبعا مثل ما تشوفون في زحمه ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله كم سنه صار للمطعم هذا 71 سنه ما شاء الله عائله كلكم عائله واحده ايوه الله يحفظكم ما شاء الله الله حيه بتاكل فلافل انت بعد ما شاء الله عليك دائما دائما هنا من زمانات الوالد ما شاء الله الله يحييك والكل بوكله الفلافل انا شفتها في كل مكان نعم ما شاء الله عليك وما في اسكب من فلافل الزلمه هون شو اسم المطعم صراحه شجره مطعم الشجره نعم هذا زلمه معروف يعني على مستوى جوا ما شاء الله ما شاء الله شوفوا شوفوا الزحمه مطعم عليه زحمه كبيره ما شاء الله طلع نباتي الاخ هذا اذكى سندويشه في الدنيا فلافل ما شاء الله هذا شو يقولها لك يا زلمه شو بك صاحب المطعم رفض لا امسك كنت على هيبتك التصوير بالجهاز حبيبي الله يرضى عليك جوال شايفك لا مشكور مشكور حبيبي تسلم السلام عليكم اخي اخي شكرا شكرا مش عارف شو اقول انا مش عارف يعني اخونا محمد قال بعزمكم لا رفض صاحب المطعم رفض العزيمه حياك الله حبيبي يعني هو يا الله انا ما ادري شو اقول على الشعب الفلسطيني والله الصدمه في طيبه الشعب الفلسطيني صدمه ما خرج منها والله ما خرج منها ما ادري شو اقول صاحب مطعم فاتح ويسترزق من شغله تعرفوه ما بيعرفك هلا اخي كيف حالك اخبارك كل عام وانت بخير تاخذ صوره يجمعك كلها على 10 يلا طبعا الحين دخلنا لمخيم طول كرم ايوه في المخيمات تصير يعني اكتظاظ في السكان كثير يعني بقعة أرض صغيرة عدد سكان كثير كثافة سكان بتصير فيش أرض عندكم بالضبط لأنه هاي الأرض اللي قاعد عليها المخيم هي أصلا واحد يعني فلاح فلسطيني فاهم شو أيوة. استأجرتها بريطانيا منه لـ 100 سنة هذه الأرض كلها قصدك هاي شخص واحد أنا شخص واحد يا ما شاء الله الأنوروا أو اليوان استأجرها من مين؟ من الفلاحة إلى الآن؟ لحد 100 سنة طبعا قبل 100 سنة دائما كذا في العادة والفن عليها البنها ما بيقدر يقوموا أيوة صحيح صار مدينة كاملة صارت مدينة كاملة وصار تحصيل حاصل إنه اللي له أرض اللي بنى دار على أرضه هاي استملكها يعني استملكها؟ بالضبط
خلاص يعني صارت ملك ليله. ما في بديل وين نروح؟ وين بدي اروح؟ صحيح يعني ما تقدر، هذه صارت شبه مدينه كامله. ما هي شايف بعينك صارت مدينك يعني. اه طيب هذول الناس ياخذوا جوازات مثلكم يعني مثل اهل الضفه؟ معهم جواز فلسطين ومعهم هويه فلسطينيه. اه اوكي. اه نفس الحقوق اللي لنا لهم. اه ما شاء الله. طبعا جميل. هم ناس البلد هم يعني. بالضبط هم اهل البلد. اه جميل. هم زينا زيهم هذول. في ناس تهجروا من جوا قاعدوا هون. آه. يعني هذول اللي تاع المخيم اللي قاعد هون وإله أرض وإله مزرعة وإله نعم. مصنع وإله سيارة كان جوا. أيوة. جوا 48 يعني. صحيح. بس اليهود أخذوهم منهم وطروهم. أيوة والله. طروهم أيوة. الأرض يعني. يا هلا هلا بيت ليد. وأخذني أبو رونق ومعاذ إلى قريتهم، قرية بيت ليد، واللي تقع بين مدينتي طول كرم ونابلس. طبعا انا هذه اول مره في حياتي ادخل قريه فلسطينيه، هذه الاشياء انا كنت اشوفها فقط في التلفزيون، فقط قرى فلسطينيه، قرى هنا قرى هناك. اليوم اهلا رسميا في اول قريه فلسطينيه. في قريه خلني احفظ، خلني اتذكر بيت ليد. بيت ليد بس بصراحه من بعيد منظرها جميل جدا، فوق الجبل تشوف البيوت والانوار وكل هالاشياء. نعم والزيتون. والحين دخلنا القريه، قريه بيت ليد. هذو أطفال القرية ما شاء الله أسلحتهم موجودة. شو هاي؟ ها؟ شو عملتوا؟ لبنا كتبت واحد البرود وجيت. أها ما شاء الله عليك حبايبي والله. هاي مركز البلد، كل وسط البلد وخلف العقبة. آه هذه هذه وسط البلد تبعكم؟ آه اللي هي العقبة. ما شاء الله. هاي مركز. آه جميل. السلام عليكم. كيف حالك؟ هذا مالي معه جزئيه وديه. اجا صور كل هذا هذا التعريف المناسب. هذا عمي. حي الله عمو. كيف حالك؟ ما شاء الله. بيت ليد، قريه بيت ليد. انا اول مره ادخل قريه. اول مره قريه فلسطينيه. اول مره قريه فلسطينيه. نعم نعم ما شاء الله جميله. ها تحكي لنا شيء عن القريه؟ مشهور بشو؟ مشهور بشو قريتكم؟ مشهور بشيء؟ بالزيتون. اه انتوا تزرعوا الزيتون؟ ايوه. اه ما شاء الله. واللوز تزرعون اللوز؟ اه في لوز. اه ما شاء الله. قمح وشعير. ايوه انتوا يعني تشتغلوا في الزراعه؟ تزرعوا قمح شعير كذا. اه ما شاء الله جميل جدا. طبعا نسبه المعلمين والتدريس عدد مليح كبير. اها المعلمين عندنا كثار. اه اه لما اجت السلطه برضه دخلوا أيوة. بالسلطه في ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله باين يعني بيوت عتيقه يعني ما شاء الله. اي والله هذه على فكره يعني انا اليوم كنت في هذه القرى، هذه لفته وهذه تقريبا نفس البناء. نفس البناء، ما هي قرى كلها قرى نفس البناء. ايوه صحيح جدا نفس الشيء يعني طريقه الصخره واللي بنوها فوق بعض قديم من ايام العثمانيين. اي نعم ما شاء الله ما شاء الله. قريه فلسطينيه يعني. طيب ما حاولوا يهجروكم؟ ما حاولوا يضايقوكم؟ ما سووا شيء؟ لا لا احنا الاحتلال في 67 ما القرى ظلت صامده ما راحت. ايوه 48 ايوه ما حد ضايقكم؟ بيت ليد الغربيه في 48 والله محظوظه بيت ليد. اما بيت ليد الشرقيه ها يضلوا زي ما هو. الغربيه الغربيه انفصلت الكرة. الغربية دخلت في الاحتلال؟ اي دخلت في الاحتلال وتهجرت. اوف لا تهجروا. اها اما بيت ليد الشرقية هاي ظلت زي ما هي. عجيب حتى انتم انفصلتوا من الجهة. 67 كمان الكرة 67 ظلت زي ما هي. هذا اسمه شانون. الحين تشعلها هذه عشان تتدفى. تقعد هنا تشرب شاي يعني؟ حبيبي ما شاء الله عليك. اجواء حلوه. صورني مع النار. بصورك انا هلا بصورك. والله اسد فيديو مش صوره. اي نعم شعل منيح. ايوه يلا اشتغل. يعني انت الحين بتقعد جنبها هذه ولا تبغي تسهر؟ ايوه بسهر جنبك انا وشباب اصحابي. اه ما شاء الله عليك حلو الوضع ما شاء الله. مهجورة. وين أهلها؟ أهلها طلعوا بنوا وهاي ظلت يعني للعائلة. آه كذا. الأملاك اللي ظلت. وهذه بعد مهجورة. شو هاي طلعت قرية شوي فيها هجر يعني.
لا حجر البيوت القديمة ما ب أها ما بيرمموها ويسكنوا فيها. البعض بيرممها والبعض لا. تركوها هذه يمكن مئات وعشرات سنين أو ما أدري. لا يعني هيك شيء. آه مو ساكنين فيها. إذا أنا رتبتها وسويتها حد بيكلمني؟ طبعاً أصحابها. آه موجودين. حلو. بس طلع عشانها تغير يعني مثلاً بيت. بيتين ما بتوسع. أيوة. عندهم أطفال وعيال. بتضلها لهم. هاي أرضهم في ناس ساكنين وناس طلعوا تشوفوا هذه مثلا تشوف نص البلد شوف يعني هالبيت هذا ما شاء الله يعني إذا واحد يبني فيه يمكن يبني طوابق يطلع حلو. هذا المسجد أقدم معلم في قريتكم؟ لا لسه في أقدم زي البرك الرومانية زي البلد القديم بس هذا من ضمن البلد القديم يعني من معالم البلد القديم اللي نعم سنة 763 هجري. ايوه يعني تقريبا هو 1300 ما شاء الله ما شاء الله مسجد عتيق. هذا مسجد القريه. أيوة. ها أيوة. هذا البناء هاي جديد هاي المئذنة والبناء هذا جديد بس البناء هذا القديم 763 هجري. انتوا عندكم مسجد ثاني؟ في اربع مساجد يعني انتوا قريتكم كذا صغيره وبعدين تتجمعوا في هالمسجد كل تقريبا كله يعرف بعضه ولا طبعا والله نظام القريه حلو جميل الاغلب اللي بتشوفهم يكونوا بيعرفوا بعض. ليش هذه معلقها؟ انت من الجزائر؟ لا عشان الجزائر اوف ليش؟ ها؟ الجزائر الشقيق الفلسطيني لهالدرجه انتم تحبون علقت علمهم هنا؟ نعم الجزائر ما شاء الله والنعم والله راح اوصل الرساله هذه للجزائريين ان شاء الله. من وين؟ انا من الصومال. يا اهلا وسهلا بالصومال والله الجزائريين انا متاكد يحبوكم اكثر ما تحبونهم. برضو والله شوفوا يا الجزائريين معلق علم في مطعمه كامل ما شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم اشوفكم على خير. طبعا كالعادة انا الان موجود في بيت عائلة فلسطينية عريقة في واحدة من القرى الجميلة اللي انا زرتها. بيت دار ابو مهند ابو مطير. دار ابو مهند ما شاء الله ابو المطير. السلام عليكم كيف حالكم؟ واركم ما شاء الله. شكرا على استضافتنا حياك الله ما شاء الله الدار دارك ما شاء الله. شكرا شوف ما شاء الله نخوش على الارض شيء جميل. هاي جديد هذا الاشي مش قديم جديد يعني خلال اقل من سنه. في ناس بيعملوه كذا يعني ولا لا؟ لا بلاط جاهز هاي يجيبوه ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله. طلع فيه السقف هذا من سمي العكج 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 ما شاء الله. شوف هذه هذه للخبز صح؟ يعني هون بنحط الحطب وخلص هون بصير الخبيز. طبعا هي مش هون بتكون هاي ما هي كانت برا بس عشان هذا في حدا ما صرت تستخدموا هالمكان خلاص هذا الحين؟ هل لا لا يعني كان في غنم عجيب بس هو كانوا عايشين فيه هون الناس. ايوه كنت تناموا في هالمكان؟ ايوه هنا سويها مصطبه اللي بننام عليها. نعم وهين مكان الحيوانات البقر وايش اسمه اوف يعني انتم تناموا وتطبخوا وعندكم بقر كل شيء في غرفه واحده. هاي ما شاء الله في طابون الخبيز لبرا شوي مكان. ايوه ما شاء الله حياه بسيطه هناك اللي ابسط كمان ابسط هذا هاي متقدم هذا كان يعتبر فخم ها؟ هذا البيت اللي ملكنا منه كان زيها بعدين طورتوه طورناه شيء جديد ما شاء الله يعطيكم الف عافيه. هاي كان الناس عايشين فيها مش زي البيت هذا طين سكايف طين يا الله هذا احسن ترمموه وتخلوه متحف البيت هذا ما شاء الله تاريخ صحيح. اي والله تاريخ تاريخ العائله الفلسطينيه العريق يعني القديم الزمان. ايوه صحيح. يعني زرت السياره اخذنا على جامع صلاح الدين وبعدين رحنا على البرسي ما شاء الله موجودين عند بيت العائله الفلسطينيه في القريه الجميله هذه بالناس الطيبه ما شاء الله. اهلا وسهلا فيكم والله شكرا على استقبالكم الطيب. أهلا. ما قصرتوا. اهلا وسهلا ما شاء الله اليوم تعرفنا على مدينه طول كرم
والآن في القرية الطيبة. دائما أنسى اسمه. بيت ليد. نعم ما شاء الله. شرفنا بمعرفتك. كل عام وانت بألف خير. الله عليك وبارك فيك. إن شاء الله. شرفنا بمعرفتك. أضرب لك كاسة شاي. مرة. مو راضي. مو راضي. نسيت أقولكم. ركبت على حصان اليوم. عجال. هذه بنت ما شاء الله. ما شاء الله أخونا. رونق. رونق. ما ما أجمل هذا الاسم. قولي اهلا وسهلا في بيت ليد. اهلا وسهلا. لا كلمي الكاميرا. اهلا وسهلا في بيت ليد. نعم ايوه هي ايوه عرفينا هذا شيء غريب. فاطمه ها فاطمه مربع هذا حمار مربع عارف ايش اسمه ابو كعب هذا جعد ولا نعم. لحمه حباش وفلفل وفلفل ما شاء الله. هذا زيت الزعتر. هذا زيت منه. هذا من عندكم. من عندنا الزيت والزعتر من عندنا. ما شاء الله. طيب هذا الزيت كيف تسوونه كذا يعني تعصرون الزيت؟ لا بيض حم الزيتون. انا ما افهم اي شيء في الموضوع. حب الزيتون. بالأبطور كل مثلا موسم الزيتون شهر نعم. شهرين. نعم. بعدين بياخذوه على العصارة بيعصروه بيطلعوا الزيت. هذه شو؟ باذنجان. باذنجان مشوي. مقلي. مقلي تمام. يلا بسم الله. هذا الزيتون من عندكم. ايوه ما شاء الله مزارعكم انتم مزارع الزيتون. ايوه صحيح. ابو رونق اهلا وسهلا. شكرا ما قصرت. الله يخليك ما شاء الله كتير. والله شوفوا شوف الجلسه هذه سهلا. هذه عن كل شيء في الدنيا ما شاء الله. تجلس مع عائله فلسطينيه ما شاء الله. استقبلتني في بيتهم تعشينا صار بيننا عيش وملح. أهلاً فيك. شكرا جزيلا. ما شاء الله. شو بتحكوا؟ نعم ها مبسوطين انك جيت ما شاء الله. شكرا. شو رونق تعالي قولي كلمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه يلا قولي اهلا وسهلا في بيت ليد. كلمه اخيره توجهها. احنا تشرفنا في معرفتك ان شاء الله. وانا كمان والله شكرا ما قصرت. ان شاء الله ترجع بإذن الله. بإذن الله عمي شرفت معرفتك. أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله شكرا إن شاء وتعرفناك تعالها بعودي بإذن الله تعالى إن شاء الله. ما شاء الله. وهذا معاذ محمد حمزة وهذا ما شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. دار داركم بأي وقت. شكرا جزيلا يعني.